السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرين سامعين كرام، أمید ہے بخیر سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظ میں رکھے، آپ کی حفاظ فرمائے. ناظرین سامعین کرام، ہم اپنے حسین بخش احمد کہتے ہیں. ناظرین کرام، آج ان شاء اللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں تہجد کے وقت کی دعا کو پڑھنا سیکھیں گے. یہ قرآنی دعا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ مکمل پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.